نعود الحضور الكريم إلى أهم وأخطر شبهة عند الملاحدة، وهي شبهة من خلق الله. هذه الشبهة لم ينجو منها إنسان، وقد يظن الإنسان أنها سبب هلاكي، ولكنها في الحقيقة سبب لوجود الإيمان القوي عند هذا الإنسان. أرجو انتباه، عندما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، عندما نزلت هذه الآية القرآنية الكريمة شق هذا على أنفس الصحابة، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والزكاة والصوم والصدقة، وها قد نزلت عليك آية ولا نطيقها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من أمتي أن يفتحوا على أنفسهم بابا للجدال، يقبلوا بعض الأمور ويرفضوا البعض الآخر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. انظروا إلى رواية الحديث: فلما اقترؤوها، ومعنى الاقتراء فيه شيء من حمل النفس على مخالفة هواها، شيء عظيم. فلما اقترؤوها وذلت بها ألسنتهم، أصبح اللسان طيعا لأن يقولها، ولانت بها قلوبهم، أصبح القلب قابل لأن يقول هذه الكلمة. كان من رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم أن نسخها وأبدل مكانها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل وأعلمهم كيفية هذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحضور الكريم، حتى نفهم هذا الكلام، عندنا هنا ما يسمى بدرجات حديث النفس. حديث النفس هذا الشيء الذي يكون في داخل الإنسان ولا يطلع عليه أحد. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الشيء الذي يكون في داخل الإنسان ولا يطلع عليه أحد. حديث النفس هذا له درجات. لو قلنا أنه يبدأ مثلا من صفر وينتهي عند 100%، أول درجات حديث النفس مسمى خاطر أو هاجس أو وسوسة، الثلاثة بمعنى واحد. ولكن الخاطر هذا يكون في جانب الحسنات، والهاجس والوسوسة في جانب السيئات. وهذه الأمور الثلاثة عبارة عن شيء يأتي إلى القلب ثم ينصرف سريعا، لا بقاء له ولا دوام، يعني شيء أشبه ما يكون بالبرق أو الومضة، يأتي هكذا سريعا. يعني مثلا أنا جاءني خاطر بأن أتصدق بصدقة، مجرد أن يأتي هذا إلى القلب ثم ينصرف سريعا يكتب حسنا. طب جاءني هاجس أو وسوسة بأن أسرق هذا القلم، مجرد أن يأتي إلى القلب فضل الله سبحانه وتعالى لا يكتب. يبقى أول درجات حديث النفس الخاطر الذي في جانب الحسنات، الهاجس والوسوسة الذي في جانب الحسنات السيئات، الخاطر هذا في جانب الحسنات يكتب حسنة، أما الهاجس والوسوسة فإنه لا يكتب، فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ثم إذا قلنا نسبة 50%، هذا يسمى تردد، يتردد الإنسان بين أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعله، ولازلنا في حديث النفس، يتردد بين أن يقدم على هذا أو يحجم عنه. التردد هذا في جانب الحسنات يكتب حسنة، وفي جانب السيئات لا يكتب. ثم أكثر من 50% يسمى هم، الهم. والهم هذا معناه غلبة قصد الفعل على قصد الترك، يغلب عنده أنه سيفعل هذا على عدم فعله. ولا زلنا هنا أيضا في حديث النفس، يبقى التردد أكثر من 50% ويأخذ درجات. الهم هذا في جانب الحسنات يكتب حسنة، وفي جانب السيئات لا يكتب. ثم يكون بعد ذلك نسبة 100% العزم، يعني أنا عزمت على أن أفعل هذا الأمر. العزم هذا يعني هو عزم على فعل هذا، ولا زلنا في حديث النفس، العزم هذا في جانب الحسنات يكتب حسنة، وفي جانب السيئات الأرجح أنه لا يكتب. الأرجح ماذا؟ أنه لا يكتب. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل، أو ما لم تقل
أو تفعل، يعني معنى هذا، هذا الشيء الذي يكون في داخل الإنسان ولم يخرج إلى دائرة القول أو الفعل فبفضل الله سبحانه وتعالى يكتب. بمعنى آخر، لو أن إنسان عزم على فعل شيء، على فعل معصية، ولكن هناك شيء منعه خارجي، منعه أن يفعل هذا الأمر، على الرغم من أن هناك شيء خارجي إلى أنه أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يكتب. لماذا؟ كما قلنا، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل. ثم بعد العزم يكون النية، ثم بعد النية القول أو الفعل. إذا قال الإنسان أو فعل في جانب الحسنات يكتب 10، نعم، إلى 70، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، فانظر رحمة الله سبحانه وتعالى. أما في جانب السيئات فإنه يكتب سيئة واحدة. ده ليس هذا فقط، ولكن من رحمة الله أنه جعل ملك الحسنات مسيطر على ملك السيئات، ملك الحسنات مسيطر على ملك السيئات. إذا فعل الإنسان سيئة فإن ملك السيئات يقول لملك الحسنات أكتبه، يقول دعه علّه يتوب، دعه علّه يستغفر مدة، فإذا لم يتب ولم يستغفر تكتب سيئة واحدة. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله العظيم. وكان يحاسب على الإنسان أولا عما يدور في نفسه، ثم بعد ذلك نسخ مكانها، وأنزل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ده ليس هذا فقط، ولكن نية المرء خير من فعله. قد ينوي الإنسان فعل شيء ويأخذ عليه الثواب كاملا، وقد يفعل وتلبس بعض النقائص ولا يأخذ عليه الثواب كاملا. نية المرء خير من فعله. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، ولكن ألقوا انتباه، كل هذه الأمور في دائرة الأعمال، في دائرة العبادات. أما في دائرة العقيدة لا، العقيدة لها أحكاما أخرى من أول مرحلة. وذكر حضراتكم معنى العقيدة، العقيدة مأخوذة من العقد، حضراتكم تعرفوا العقدة، والعقيدة هذه من العقدة، بمعناها عقد القلب على مسائل الإيمان، يعني موضوعات الإيمان أنا أربط عليها في قلبي ربطا موثقا لا يحل ولا يخرج منه أبدا. إذا اعتقدت بأن الله سبحانه وتعالى موجود فإن هذه عقيدة تكون مربوطا علي في القلب ربطا موثقا لا تخرج من القلب أبدا، ولا يدخل في القلب أي شيء يناقض هذا مما يخالف وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك العقيدة أثمن وأغلى جوهرة عند الإنسان. لو أن عندنا جوهرة ثمينة أين نضعها؟ نعم، نضعها في خزينة مكينة، خزينة أمينة، نعم، ولا يوجد أمتن من خزينة يوضع فيها الإيمان إلا القلب. لذلك الإيمان محل القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فبالتالي الإيمان محل القلب، وأغلى وأثمن جوهرة عند الإنسان واجب على الإنسان أن يحافظ عليها دائما وضع في مكان مكين، هي العقيدة. لذلك كما قلنا مكانها القلب. فبالتالي هنا العقيدة تأخذ أحكاما أخرى ومن أول مرحلة. نأتي إلى الشبهة الذي قلنا عنها، ولم ينجو منها أي إنسان، وقد يظن الإنسان أنها سبب هلاكه، ولكنها في الحقيقة سبب وجود الإيمان القوي عند هذا الإنسان. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتحدث به، يجد في نفسه أمر عظيم لا يقدر أن يتحدث به، لأن يكون حمامة محترق أو يلقى من شاهق خير من أن يتحدث به. هذا الصحابي لهول هذا الأمر لم يرد أن يصرح به. الذي صرح بهذه الشبهة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن الرد على هذه الشبهة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بالعقيدة، والعقيدة لا يغنيها التلميح عن التصريح، فهنا يجب أن يكون تصريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رد على هذه الشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله. انظروا، يأتي يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله. انظروا الحضور الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم بين الشبهة هنا وبين الرد هنا، قال فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله وينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينتهي عن أن يسترسل وعلى أن يقحم نفسه في أمثال هذه الأشياء، أو يقول آمنت بالله.
ومعنى أعوذ بالله بمعنى ألجأ، يعني يا رب أنا خلق من خلقك والشيطان خلق من خلقك وأنت تعلم ما يسكته وما يصلحني، فيا رب ألوذ بجنابك أن تبعد عني وسوسة الشيطان. إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واندفع هذا الأمر، فنعلم أن هذا من وسوسة الشيطان. أما إذا ظلت هذه الشبهة تلح على الإنسان، فنعلم أن هذا من حديث النفس، والنفس لا تقنع إلا بالحجة. هناك شبهة، النفس تريد الرد عليه. وأرجو انتباه إلى أمر هام جدا، من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه لم يجعل للشيطان أي حيلة على الإنسان في مسائل حديث النفس في موضوعات العقيدة إلا في المرحلة الأولى فقط من مراحل حديث النفس، وهي الوسوسة فقط. الشيطان لا يقدر على الإنسان في العقيدة في أي موضوع من موضوعات العقيدة في حديث النفس وفيما عدا ذلك إلا في الوسوسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان لا يقدر على أن يفعل بالإنسان أي شيء في موضوعات العقيدة إلا في المرحلة الأولى فقط من مراحل حديث النفس، هو الوسوسة. وإذا كانت من الشيطان فإنها تندفع بفضل الله سبحانه وتعالى بقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بقول الإنسان آمنت بالله. إذا لم تندفع فلنعلم أن هذا ليس من وسوسة الشيطان ولكنه من حديث النفس، لأن كيد الشيطان ضعيف. الشيطان لا يقدر على شيء من أمور العقيدة في الإنسان. نأتي هنا إلى هذا، وعرفنا إذا ظلت هذه الشبهة تلح على الإنسان فلنعلم أن هذا من ماذا؟ نعم، من حديث النفس. ننظر هنا في هذا السؤال، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، يعني معنى هذا أنا عندي خالق وعندي مخلوق، أليس كذلك؟ طب أنا حكمت على الله سبحانه وتعالى بأنه خالق، إذا كان الله سبحانه وتعالى خالقا يستحيل أن يكون مخلوقا. لأن الأحكام التي تجري على الخالق يستحيل أن تجري على المخلوق، ويستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون خالقا ومخلوقا، لأن خالق ومخلوق جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال. كان أقول أنه حي ولا حي، هل يمكن أن يكون الإنسان حيا ولا حيا في نفس الوقت؟ مستحيل. يبقى كون الله سبحانه وتعالى خالق يستحيل أن يكون ماذا؟ مخلوق. يبقى إذن هذا السؤال هو باطل من أساسه ومتهافت، باطل ومتهافت. إذا كان الله سبحانه وتعالى خالقا ماذا؟ نعم، يستحيل أن يكون مخلوقا. الأمر الثاني حقيقة الحق سبحانه وتعالى. حقيقة الله سبحانه وتعالى أنه واجب الوجود بالذات الله. ومعنى واجب الوجود بالذات أن وجوده من ذاته ولا يحتاج في وجوده إلى غيره. إذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات يستحيل أن يكون مخلوقا، يستحيل أن يكون له أب، يستحيل أن يكون له أم، يستحيل أن يكون له زوجة، يستحيل أن يكون في جهة، يستحيل أن يكون في مكان، يستحيل أن يجري عليه أي شيء من الأحكام المحسوسات. لماذا؟ لأنه واجب الوجود بالذات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات يبقى يستحيل أن يكون مخلوقا. يبقى كما رأينا أن هذا السؤال هو باطل تماما من أساسه. طب كيف جاءت هذه الشبهة إلى هذا الإنسان؟ لأنه توهم حكم الوهم، وكما قلنا أن العقيدة نسبة 100%، والوهم هذا لا شيء. توهم أن كل موجود لابد أن يكون مخلوقا، كل موجود لابد أن يكون مرئيا، كل موجود لابد أن يكون محسوسا ويكون في جو وفي مكان. نعود إلى ما قلناه في بداية المحاضرة، المحاورة التي دارت بين سقراط وأرسطو ديم عندما قال لماذا لا نرى الخالق الحضور الكريم. هناك أشياء كثيرة جدا موجودة ونقر بوجودها ولا نراها، ولا لأحد له أن ينكرها. الروح، نعم، كما قلنا قبل ذلك، الروح موجودة أم غير موجودة؟ نعم موجودة. هل يمكن لأحد أن ينكرها؟ لا. هل أحد، هل رأيناه؟ لم نرى. طب كيف عرفنا وجودها؟ من خلال حركة البدن. الكهرباء موجودة أم غير موجودة؟ نعم موجودة. هل رأيناها؟ لم نرها. كيف عرفنا أنها موجودة؟ من خلال آثارها. إذا وضعنا ضغطنا على مكبس الكهرباء فإنه يضيء، نقوم بعمل المروحة، الثلاجة، كذا كذا كذا، كل هذه الأشياء هي دلالة على وجود الكهرباء، ولكننا لم نرى الكهرباء. يبقى إذن هناك أشياء موجودة ولا نراها، الجاذبية، المغناطيس، الأثير، أشياء كثيرة جدا. طب ما رأي حضراتكم بأن هناك أشياء نحن نراها
ولا وجود لها. أشياء نراها ولا وجود لها، يعني معنى هذا أنا لا أحكم على شيء بأنه موجود أو غير موجود من خلال المحسوسات. أشياء نراها ولا وجود لها، مثل ماذا؟ نعم، انظروا مثلا ظاهرة السراب. السراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده. عندما نسير في الطريق يخيل إلينا في مكان أن فيه ماء، عندما نخرج من هذا المكان لا نجد هناك ماء. والذي صور لنا هذا خداع الحواس، سقوط أشعة الشمس على شيء معين يخيل بأن هناك ماء وفي الحقيقة لا يوجد ماء. يبقى بالتالي أنا لا أحكم على شيء بأنه موجود أو غير موجود من خلال الحواس. الله سبحانه وتعالى ليس مرئيا وليس ملموسا وليس محسوسا. الله سبحانه وتعالى ليس محدودا، العقل محدود في الإنسان، ولا يمكن للمحدود أن يعرف الله سبحانه وتعالى لا محدود. فكيف يمكن للعقل أن يحكم على الله سبحانه وتعالى؟ والعقل هذا جسم محدود في إنسان محدود، ولا يمكن للمحدود كما عرفنا أن يعرف الله محدود. يبقى بالتالي هذا السؤال كما رأينا هو باطل من أساسه. وهذا السؤال أو هذا جاء للإنسان بحكم الوهم، لأنه توهم أن كل موجود لابد أن يكون مرئيا أو محسوسا أو مخلوقا. الله سبحانه وتعالى ليس مرئيا وليس ملموسا وليس محسوسا، ولا يمكن أن يحكم على الله سبحانه وتعالى بحكم الحس. وأعطي مثال لهذا حتى تضح هذا الكلام، أرجو انتباه. إذا قلنا مثلا أن الشيء إما قادر وإما عاجز، إما عالم وإما جاهل، وأرجو الانتباه، الترديد بين شيئين، بين شيئين لا ثالث لهما ولا وسط بينهما. يعني أحد يقول أنه قادر على كذا، عاجز عن كذا، عالم بكذا، جاهل بكذا، لا، ده الترديد بين شيئين لا ثالث لهما ولا وسط بينهما. هل هذا التقسيم صحيح أم غير صحيح؟ نعم صحيح، كلنا نقول أنه صحيح، لكن ما رأي حضرتكم أن هذا التقسيم ليس صحيحاً؟ والذي جعلنا نقول بأنه صحيح هو حكم الوهم. انظروا جيداً، أليس هذا شيئاً؟ بلى شيء، ولكن هل يمكن أن أحكم على هذا الشيء بأنه قادر أو عاجز، عالم أو جاهل؟ لا، لأن هذا الشيء أحكم عليه بأنه قادر أو عاجز، عالم أو جاهل بشرط أن يكون حياً، بشرط أن يكون هذا حي. هل هذا حي؟ ليس حياً، يبقى لا يمكن أن يحكم عليه بأنه قادر أو عاجز، عالم أو جاهل. هنا في هذا المثال الحق سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، أقول بأنه مخلوق بشرط أن يكون جسما، بشرط الجسمية. طب هل الله سبحانه وتعالى جسم؟ ليس جسما، يبقى لا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى مخلوق، لأن المخلوق لا يمكن أن يكون إلا للأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس جسما. الله سبحانه وتعالى نعم نحن نراه في مخلوقاته، في كل شيء، كل شيء مظهر من إبداع الله سبحانه وتعالى، نرى وجود الله سبحانه وتعالى فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس مرئيا وليس ملموسا وليس محسوسا، ولذلك لا يمكن أن أحكم على الله سبحانه وتعالى بحكم الحس. الحضور الكريم، لا يوجد أي شبه في الإلحاد إلا ولها رد، ولا يوجد عندنا في الإسلام أي شيء نخاف منه أو نحذره، كل شيء عندنا في الإسلام واضح وظاهر وجلي وبين، ولكن فقط نذهب إلى العلماء الجيدين العالمين المتخصصين في هذا حتى يردوا على هذه الشبهات. الحضور الكريم، شكرا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.